هذه امرأة تسأل، سؤالها طويل لكن ملخصه أنه كان لديها حمل وكانت في الشهر الخامس، وقرر الأطباء إجهاض الحمل خوفا على حياتها لأن فيه تقول فيروسا، فأجهضته تقول، ثم خرج الولد ميتا وقلبه ينبض. تسأل هل علي ذنب في ذلك؟ لا، هذا جائز، يعني إجهاضه جائز إبقاء على حياة أمه، ليس عليها شيء في هذا. نعم.